فرحة والله قسما بإذن الله بصبحي اللي أنا فزتك مصبح يا عمله بحالنا كيفاه وإن شاء الله مربوحة لبس أخويا في الأخر أخذتي كيف؟ بعد عذاب كبير من شو الوقت جيت أنت اليوم؟ 5 تاع الصباح وشو الوقت تو أخذتي كيف؟ أخذتي كيف تاعك؟ تخذيني بالسيف بالقدرة شو الوقت جيت اليوم الصباح؟ والله جيت مع 6 تاع الصباح 6 ونص عاودت رجعت مع 7 ماشي جي شحطفنا بجرة التيكي مصبح انا من الصباح وان شاء الله مربوحه ان شاء الله ما يخيبونيش الاولاد يا خويا خذيت التيكي نتاعك خذيتها يا خويا وفا راني حانوضي مسكر يا خويا خذيت التيكي نتاعك اي الحمد لله يا ربي ما عادش الوقت جيت انت اليوم من نصف الليل من نصف الليل هوني مطيش والله من نصف الليل لصاحبي يباس سريع انا يباس والله يا قلت شوف شحتيف قلت شحتيف على خطر جماعه كل شيء هون ما عادش الوقت جيت انت اليوم من الاربعاء نتاع الصباح خذيتي كيم تاعك في اللوح بعد عانة كبيرة عذاب عذاب مصبيح من الربع وحنا مطيشين اسنية التوقعات متاعك للبارتيج تربحوها زيز بليش والبطولة باش تروحوا بيه ببحر لنا اسنية اللي التوقعات متاعك بتاع سكور والموبايل سيس تربح سكور زيز بليش مشكو من شمال اجي وحناشي سكور قدي سكور زيز بليش من شمال سوالي مالون سكور قدي ستتوقعون ان شاء الله ناخذ تروحهم تاعنا سكور حسب رايك ان شاء الله زبلش ان شاء الله يا رب شكون ماشي مالك منصر ومالون ان شاء الله